اليوم برمتنا بتكفي على بلد تاني، بس مش بلد تاني، هي بلد تحررت بال94 بس شقفة من أرمينيا وكتير قراب على بعضهم بيحكوا زيت اللغة. برمي بتكفي على مناظر غير شكل، المشوار بكفي. علم أرمينيا، علم أرتساخ، وصلنا على حدود. هلا كنا عم نقرأ على الورقة هون 12,000 كيلومتر مربع، يعني أكبر من لبنان بشوي، فيها بس 140,000 شخص، نحن بلبنان في 6 مليون بس للتشبيه. وهيدا هو الحدود الانترناشنال رود اللي بتوصل هالبلدين ببعضهم. ما في شيء كتير هينة، بس بتوقفوا دقيقتين بياخدوا الباسبورات ومنكفي المشوار، وكل العالم كتير قوي. فاينلي 3 بعد الظهر وصلنا على ستيباناكيرت، فصلة مظبوط يلي هي العاصمة. رح نروح على الأوتيل تشيك إن ومنبلش. في تمثال حلو، فقلت منوقف ناخذ له كم صورة. في أرمى بتقول 1941-1945، وهون في أسامي، في شعلة والمقبرة ورا، فبعتقد شيء له علاقة بشهداء بمجزرة أو بحرب صارت بهيدي الفترة. ثلاث أيام بأرتساخ، ببلشوا هلأ وبيخلصوا نهار الجمعة. رح فرجيكم إياها منطقة، بلد، sovereign state، ما بعرف شو ما نسميها، كتير قليل ناس فاتت عليها. رح فرجيكم المطار، المطاعم، الوزارات، وبرمي بهالمدينة يلي أول impression تبعها كتير غريبة، ما فيها عجة أبداً، بمحل في كونترست كتير كبير بين كتير فقر وكتير غنى. نمر السيارات أرمينيا، العملة أرمانية، بس رقم التليفون تبعي وقف لأنه هون في عندهم البروفايدر تبعهم. فا it's a sovereign state not a country. I don't know. كتير محمس، كتير محمس. برمي 3 أيام بتبلش هلا، حقوني لأني كتير جعت من الصبح ما أكلت شيء. أوراني ريستورانت يمين شمال باب. هلو، وير دو اي جو؟ ثانك يو. اوكي، سو مطعم. ثانكس. منيو؟ سو مطعم صغير كبير ما بعرف، بس فيه اوض صغار، وهي الاوضه محضره لنا. سو ذس از ان انجلش. اوكي، ثانك يو. صار وقت الاكل، وصلنا على مطعم عنده اكل تقليدي، واجا قدامي صحن اسمه كوركوت او حريسة، يعني هريسة بس أب سكيل لأنه فيها كتير فات، معمولة من لحم خنزير، السمنة فيشة على الوجه، معمولة من قمح، لحمة مطبوخة لساعات، قمح بدوب تحت لسان مثل الزبدة. I love it. لازم واحد يكون عن جد بحب الأكل اللي كتير دسم، كتير 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 دسم، كتير 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 دسم. وبعد بقول جبنة، سلاد، الكبيس أكيد الأرمني، لقمة طيبة. ناخد بريك من بعد بعتقد 8 ساعات طريق ومنكفي النهار. So excited أن أكتشف بلد جديد، وزيدوا عندي على الليستة بلد جديد. انبسطت بغدايا. هلا طالعين على الساحه، ساحه المدينه هي صغيره مثل الضيعه، بس الساحه تا نبلش نتمشى ونكتشف شو عندهم. ناطريننا بالوزاره. Thank you.
خلصت من وزارة الخارجية. تعرفت على الوزير، كان لي الشرف اتعرف عليه. هدينا انينتين بيد من اشهر البيد اللي كتير معروف فيهم ارتساخ، وتأهل فيه ووعدنا انه يعمل كل شيء تنقدر نصور صور كتير حلوين، ناخد اذن طير درون، والسفرة هلا بتبلش. اول وقفة على محل مثل مزار مثل تمثال معروف هون بتيتا وجده، تاتيك بابيك، يلي هو انعملت سنة 1967، والفكرة انه بترمز لتيتا وجده يلي هن بيرمزوا للناس الكبار بالعمر بهالدولة يلي تعبوا واستشهدوا لهيدي الدولة. عن جد تعالوا شوفوا التفاصيل، صخرة صخرة. زيت الحجر. يلا انا وياك قول شو حلو ساعة الملاعب الفوتبول بيفرجوا علم الدولة، وهون عم تشوفوا علم ارتساخ. عبالكم تشوفوا من فوق شو الوضع؟ اوكي يلا. حلو الشارع عن جد مثل الشانزليزيه. رجعت على الاوتيل، صار وقت العشاء، نزلين على المطعم رح ناكل اكل تقليدي من هيدي المنطقه بارتساخ. نحن نايمين باوتيل اسمه بارك اوتيل، والعشاء عندهم بالاوتيل. الست عملت كل شيء، حملت صحنين مع بعض، هي عملت الطاوله، ركدت ركد، وحاسس انه اكل اكل بيت. فوصلت هاي الطنجره يلي اسمها بيتي، بقلبها مثل السوب، حمص، لحمه بقر، بطاطا، يعني مثل الاونيون سوب عنا. في واحد ياكلها او بجات او دغري من الكاسه. فلحمه، حمص، بطاطا، كلهم كتير مستويين. واو فيري نايس، يعني السوب بتدفي وطعمتها كتير كتير لذيذة. شغلة تانية كمان يلي اكلنا شوي منها مبارح يلي هو رايس بيلاف، رز اكيد مع خوخ ومشمش، رز ابيض. اكل خفيف نظيف وتراديشنال. شو رح نعمل؟ رح اخذ الرز، رح حط حده شوي من الصوص مع لحمة، وصار عندي أطيب صحن لليلة. كأني عم باكل رز ولحمة. عن جد اشتقت الأكلات كتير، very very simple وستريت فورورد، وبتحسوا بطعمة الأرض وطعمة البلد. فلقمة سريعة، البطاطا عظيمة، الخبز أكيد، الجبنة. كان نهار بعقد مزبوط، قضينا على الطريق، بس على الطريق واحد بيشوف مناظر كتير حلوة. على أساس تاخد القصة معنا 4-5 ساعات، أخذت دوبل الوقت لأن ما قدرنا ما نوقف نصور الدرون كل الوقت. وهلأ وصلنا اليوم، طبعنا الباسبورات، أخذنا الأذونات، ابتداء من بكرة رح تشوفوا مناظر بتوقف شعر الرأس. مشوار أرمينيا بكفي، ما بينتسى، وأنا كتير مبسوط. في الماضي مثل هالوقت تعرفت على بلد جديد اسمه أرمينيا، انبسطت لدرجة أنا قررت أرجع. هالسنة رجعت مش بس على أرمينيا، على أرمينيا وعلى أرتساخ، بلد كتير 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 حلو. اليوم كنهار كل الوقت على الطريق بالسيارة، ما قدرت فرجيكم كتير، ما أكلت كتير، بس خليكم معي. ابتداء من بكرة رح تشوفوا درون شوتس بعقده، مناظر بتاخد العقل، مشوار أرمينيا بكفي. بعد في يومين
نبلش هلا. بلشنا بأرتساخ من العاصمة. الخضره اللحمه الالوان كتير حلوه بتكون اول وقفه للنهار قبل ما نروح على المطار. غريبه اوض 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 كل اوضه في حدا قاعد مثل مرحبا very nice. يعني في ستات في ناس كبار بالعمر في الخياط في الخياطة في الحلاق وبوجهن في كلها خضرة ولا ألز من هيك. قديش عارفين وعلى وجهن حياة قديش في أخبار وأهم شيء سنين الذهب. هيدا أطيب شيء واحد فياكله بأرمينيا عن جد. It's impressive. إذا حدا بلبنان بيعملها بليز يحكيني بجي بعيش عنده. كويس. روعة. خلصنا. صار وقت المرحلة الثانية، النقطة الثانية، رح نقطع على ضيعة وبعدين نكفي على المطار. مشوارنا بكفي بيخدنا على منطقة اسمها شوشي. شوشي تاني أكبر مدينة، فيها كنيسة كتير كبيرة وفيها صورة حلوة يلي هي قلعة. عن جد شي بوجع القلب. بلد كتير كبير وبلد كتير حلو، كنا عم نقول 12 ألف كيلومتر مربع بس مدمر على الأرض. تطلع على كل هالمناظر عن جد شي بوجع القلب. أنا واقف هلا قدام جامعة، حجر قديم. Thank you.
مدمرة مكسرة ما بقي حدا يخبر. ذكرتني بلبنان ومن هيك يمكن وجعتني كتير، ما بعرف عن جد حرام. فينا نشوف إيجابية بكل شيء. هذا المحل فيه استعمل لإيفانس لحديث ما يرجع يصير جامعة ويسترد عزه. عم نصور الجامعة، عن جد مبنى امبرسيف، وثاقبت هون وزارة الثقافة، فشكله شفنا الوزير من الشباك فبعت ورانا تقلنا مرحبا. مثل ما هي عن جد نو بلانز، هيك صارت. فعم تمشى لجوا، رح نقول له مرحبا، وعشية موعدين نتعشى سوا. فسوري ماني لابس بدل، مثل ما هي وحياتكم، هيك صارت. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for having me. Cadeau de mon pays. Ça, c'est un livre que j'avais fait personnellement. Et des souvenirs de bonnes choses de notre pays. Ça, c'est des photos. Des photos du Liban. Lebanon. Yeah, c'est des photos du Liban. Ouais. اني هون معكم، رح احكي بالعربي بس تفهم بعض. بحس حالي هذا بيت الثاني، فمن اول ما وصلت لهون عم بحس حالي بالبيت، عم بتذكر حرب عنا بلبنان وكثير زعلان على اللي عم شوفه حواليي. ما جاي يخبر دراما للعالم، بالعكس لازم يشوفوا انتم قديش عم تتعذبوا تيجوا يزوروكم. وفرج الجمال، وبعتقد الصور عم تصورها عم تفرجي واحد من احلى البلدان يلي كل العالم لازم يعرفها تيدعمكم يوقف حدكم. واليوم انا عم بعمله من القلب، ما حدا جبرني اعمله لاني حاسس حالي فينا نكون شعب واحد وكثير قريب من بعض. مناظر روعه عن جد، شو حلو. اول جبل عليه شجر، تاني جبل كله صخور، تالت جبل كله تلج. شو حلو. واو، a million times. ساعات الناس قالت انه هلأ بلشت السفرة على انستغرام، خبرتني العالم قالت لي روق هلأ بلشت سفرتك، ما فهمت كتير. واو، تعبنا بس تحرز بكتا عن جد. هن محمسين بس عم بيلهتوا، مخففين سبار بحياتنا حاليا، والمشوار بكفي. وصلنا على ضيعة اسمها زخكشات، نبع الضيعة. هون مكتوب founder of كارباخ تي في، ومكتوب بالأرمني سألت، يلي هي water is life، مكتوب in a poetic way. هاي نايس، بلد المي، ريفريشينج ووتر. وبنفوت على الغداء. نيكول دومانز ميموريال ميوزيوم، ناشونال هيريتج فاونديشن، اللي هو بيت قديم، تنشوف كيف كانوا يعيشوا هون، كيف كانت العوايد القديمه. ورح نتغدى شو اهم شيء، جينجالوف هاتس. مزاجية 100%، بيوت قديمة، الحجر مثل ما كان أيام زمان. عم بيعملوا جينجالوف هاتس على مثل الصاج، مثل التنور على الحطب. واحد عباله بس يضل قاعد هون يحس الهواء وما يهز. وفي ست عم تشتغل كمان.
جايب معي زعتر من لبنان. خليني ذوقك اياه هون ونعمل جينجل اوف هاتس مع زعتر. هي لك فور يو تو تيست. اوكي واو جينجل اوف هاتس على اللبناني. هيك قاعده بتسوى كل القعدات ولا احلى من هيك. غدا فيري سمبل جينجل اوف هاتس، بقدر اكل هول كلهم وتضلها ضحكة على وجهي وما احس حالي تقيل. مش معقول طعمتهم وحده وحده، بتحسوا فيهم كلهم مثل واحد عم بياكل سلاد ما فيها شيء. فيري سمبل وعجينه كثير خفيفه، بس انا خدها لمحل ثاني. رح نحط معها جبنه بيضه، اكتشفتها السنة الماضية، جبنة كتير خفيفة ما عندها كتير طعمة، ناقصها رشة ملح. وهلا خبرونا. I so love it. عن جد مستر شباب، the simplicity of amazing things in the middle of nowhere، بهالطقس بعقد مع ناس طيبين. من احلى الوقفات عن جد، قديش حلو واحد يجي على الضيعه ويتعرف على الناس بالضيعه، واهم شيء الكبار بالعمر ويتعلم منهم. تعلمت كيف بيعملوا الخبز، تعلمت كيف بيعملوا جينجل اوف هاتس عن جديد، هديتهم الزعتر اللي جاي من لبنان ودقنا شيء كثير طيب مع بعض، قعدنا على الطاوله تحت الشجره، طقس كثير حلو، استقبالهم ضحكتهم، وتجوا على هذا البلد تتعيشوا مع الناس اللي عايشين فيه، بتسوى كل مصريه الدنيا عن جد. بتخلص الوقفه هون، هلا مكفيين، يلي صار لي على بكره ناطرها هي المطار. خلصنا غدا، صار وقت نروح على المطار. ثانك يو، ميرسي، ميرسي. صلي من عبكرة محمد، استفرجيكم المطار State of the Art Airport. عبالكم تشوفوا سوا؟ تعالوا الحقوني. نطير درون من مطار تنفرجيكم شو هو المطار، تتنبسطوا بالصور، تيجعكم قلبكم شوي، وان شاء الله شي نهار ووعدونا وتمنوا علينا انه اول ناس تنزل بهالمطار نكون نحن، وان شاء الله قريبا. روح يمين او شمال. هيدا التاور وكل شيء ماشي، الكمبيوترات دايرين، الرادار ماشي وعم نشوف الطيارات، كل شيء جاهز. At any point in time اول طياره بتنزل فيها تستقبل، بس اليوم ما في حدا. يلي بيلفت النظر انه المطار حتى لو خلص ب 2011 لليوم كثير نظيف، كثير مرتب، ما في شيء مصدى، منه مهمول، متروك ومحافظ عليه، لحيلا وقت بتخلص القصص لازم يرجع يمشي. وبيناتنا بعتقد هون عندهم احلى جوب بالدنيا، شو هالمنظر؟ واو. خلصنا المطار، نزل بهالصحن بهالكيس الدرايد فروتس، كثير مبسوط فيهم. وهلا رايحين على الكاربت فاكتوري. والله
قعدت فيه في يوم بزري قعد. حكيتكم كثير عن السجاد. سجاد أرتساخ ذا كارباخ كاربت فاكتوري. تعوا معي تفرجيكم السجاد جوا. توسع السجاد اللي بدكم اياها. في سجاد خالص، السرعه اللي عم يشتغلوا فيها، الديتيل اللي عم يشتغلوا فيه. وقبل ما نفل رح تشوف المتحف. الالوان حلوه، التفاصيل حلوه، والستات اللي عم تشتغل فوق عم تحط من قلبها. والسجاد اكثر بكثير من بس حبال. السجادة هي إحساس حدا نشتغل فيها على قد مثل الأكل. صارت نحكي عن إحساس الأكل، بعتقد إحساس السجادة وألوان السجادة كمان بتحكي كتير. مشوارنا بكفي بعد في العشاء. هو كلتشر انترزم مع بعض. آخر سهرة بأرتساخ، وبكرة على بكرة رجعين 8 ساعات طريق. بس اليوم عشية عشاء كتير سبيسيال، عزمنا وزير السياحة والثقافة على العشاء بفلورنس جاردن. عشاء أكيد تقليدي، وبهذا العشاء رح نسأل كل أسئلة عن إياهن سياحية والثقافية عن هيدا المنطقة. مشوار بياخد العقل بكفي. خليكم معنا. يلا ليتس جو تو دينر. هي طاولة العشاء. Private room. والعشاء جاهز. كتير مرتب على المحل. حلوة كتير فكرة الطاولة. أوضة صغيرة مسكرة. هيك very private. جيب لي معه هدية. وزير السياحة والثقافة بأرتساخ. وجيب لي هدية معهم من البلد. ميرسي بوكو. اللي هو دبس وعسل وشاي شوشين انجلي ان روش. كتاب عن شوشي. ميرسي بوكو. خبرنا عن تاريخ أرتساخ. خبرنا عن تاريخ أرتساخ اللي بلش من كتير زمان. هيدا البلد يلي أقدم من المسيحية، يلي بيحب وبيفتخر يكون أرمني من كتير زمان. حكى عن هذا الموضوع اللي هو كتير مهم، واليوم قديش عندهم عم بيتعذبوا تا يرجعوا يستردوا الايدنتيتي تبعهم، هن مين وشو لازم يعملوا. طلبهم أنه كل العالم توقف معهم وتساعدهم. أنا كتير مبسوط كون اليوم هون، كتير مبسوط أنه كون يمكن من الأوائل عم بيجوا لهون، كتير مبسوط كون برمت هالبلد واكتشفته مزبوط، كتير مبسوط كون عم من الناس اللي عم تدعم عن جد هالحضارة اللي بتعقد. ما شفت منهم إلا الخير، من ضحكتهم، من استقبالهم. ولا حدا قالنا زيحوا الكاميرا، ولا حدا قالنا نزلوا درون. حتى بالسوق إحنا وعم نبرم كان في استقبال، في ناس ما قبلت تاخد منا مصاري وما بيعرفونا وعم نحكي عربي. فهيدا الشيء عن جد بيفتح القلب. ما بعتقد اليوم حدا جابره يكون عم بيعزمنا على العشاء تا يكرمنا ويقولنا ميرسي لان جيتوا على بلدي. سانتي مسويتون اي وطخ سكسي اي وطخ سانتي. ميرسي. نبيد أرتساخ. هليون ولوبيا وسبانخ. انتبهنا كتير انه الخبز دايما موجود. انتبهنا بهالجمعة انه دايما الجبنة موجودة. يعني قبل حيالله شيء في الخبز والجبنة. دايما السلطة، الخضرة، وكتير مشهورين بالخضرة لأنه كتير مشهورين بالزراعة. والأورما يلي غير الأورما تبعنا. فهولي هيك تبليشة قبل ما يجي العشاء. رح اتعشى
على رواق ورح نوقف تصوير بس لهن يرتاحوا لانه بعدين الكاميرات من أزتهم. انبسط باخر عشاء عندي بالمانيا لما ارجع بكره على بيروت وباخر عشاء بارتساخ فصحتين تشيرز. شو حلو الاحترام. وزير وزير الثقافه والسياحه مع بعضهم بلا بادي جارديه بلا عجقه وضجه بكل احترام وبكل رواق وبكل تواضع عزمنا على العشاء وضحكنا وهلا صارت الساعه 12. كانت سهره كتير حلوه لانه خبرنا عن اساس وتاريخ هذا البلد يلي بعقد وتعلمت منه كتير وتعلقت فيه اكثر بكتير. قدرنا شو عم نعمل وشكرنا ما لا يقل عن 20 مره ووعدته اني ارجع لهون. ليله كتير حلوه نهار بيسطل مشوار بيعقد بس بعد ما خلص بعد في بكره مشوار ارمينيا 2019 ما بينتسى وبوعدكم رح يكون اخر واحد. نلتقي بكره. مشواري بكفي. تامن يوم سبع ليالي بأرمينيا 2019 بتورخوا ويومين بس بأرتساخ ما بيقدوا أبدا. بوعدكم رح أرجع كرمال الجبير كرمال المناظر كرمال هالشعب الطيب كتير هالاكتشافات. يومين ما رح أنسيهم بحياتي. بلد صغير اسمه أرتساخ عنده حدود مع بلدان ما كتير بتحبه مطار ما فيه بس فوت على أرمينيا وطرقات 8 ساعات نوصل على المدينة بس راجع لهون. مشوار بكفي بعد في وقفة بالعاصمة غدا بيتورخ وبرجع بيروت. يا بيروت اشتقت لك كتير. كتير مستعجلين لازم ما نضيع وقت نمشي بكير طبعا نقفل الطيارة بس ما عم بقدر. كل ما عم شوف نهر كل ما عم شوف جبل كل ما عم شوف خضار عم بوقف لأخذ صور إن شاء الله ما أقف الطيارة. plate numbers نمر سيارات. هون نمر سيارات كل وحدة لآلية عسكرية من جيش أذربيجان. هول كلهم بقيوا هون خسروا بالحرب. حلوة الفكرة بتذكر بالانتصار على ميلتين من الطريق. Tell me about the church. The first reference about the church was given by Ananya Mokati Katolikos, according to who the church was built in 13th century by Hasan Jalal, the Duke of Artsakh. And the courtyard later on was added by his wife Mamkan. The church is named after the hill which is located in front of it, which has the name Ganzasar, because it is rich with silver mines. بتكفي البرمي وهلا اهم وقفه وصلنا على جبل الجبنه. طلع ديليشس بدهم هيك شي برميل زيت زيتون وبشي خبزه شكلهم كتير مشهي. anyway وقفه سريعه قهوه حلو سنه ضحك ايه مش عم قهوه ونكفي. ما عم بشبع من المناظر والمناظر عم تتغير من محل لمحل مثل كأنه نقلته بلد. قبل شوي كان كله خضار وكنا عم نشوف التلج بالآخر هلأ وصلنا على محل كله خريفة تغير اللون صار كله مارون all the way. فوقفة على كنيسة تانية كتير مهمة كتير قديمة واللي كتير عم انتبه له انه اغلبيتهم منبنيين بين 900 و 1300 قديش قديم يعني عم تحكوا بكنيسة من اكثر من 700 سنة.
الصفرة تحت هالعلمين، علم أرمينيا وعلم أرتساخ. يومين برجع عيد ما كانوا بقدوا، أكيد رجع لهون. مناظر ما بينشبع منها، وأهم أهم شيء هو أكسجين للروح. ما في بوليوشن، الهواء كتير حلو. بعتقد عملت هيك كيور لجسمي، وهلأ صار وقت نرجع على يريفان، واليوم عشية بيروت. مشوار أرتساخ بيخلص هلأ، بس السفرة بعد. Let's go.